السلام عليكم طلاب، محاضرتنا الثالثة بعنوان المشتقات الحيوية للسكريات الأحادية. أول مشتق من هاي المشتقات هي مشتقات الديوكسي شوجر. يمثل هذا النوع من السكريات الأحادية حيث يستبدل فيها واحد أو أكثر من مجاميع الهيدروكسين بذرة الهيدروجين، ومثال عليها هو الديوكسي دي رايبوز الموجود اللي يمثل الجزء السكري الموجود في الحامض النووي الدي ان اي. وهذا النوع من السكريات يعطي جميع انواع التفاعلات السكريات الاحادية عدا تفاعل الاوسازو. النوع الثاني من المشتقات هي السكريات الامينية امينو سكر. في هذا النوع يتم استبدال مجموعة الهيدروكسيل بمجموعة الأمين NH2 كما موضح في التراكيب التالي. وهذا النوع من السكريات موجود بصورة محدودة في الطبيعة حيث يمكن أن يصنع مختبريا، ومن أهم هذه المركبات هي الجلوكوز أمين والكالكتوز أمين. ويفشل هذا النوع من التفاعل مع الهيدرازين في تفاعل الأوسازون، ومثال عليه الجلوكوز أمين الموجود في صدف الحشرات وسرطان البحر. النوع الثالث هو الحامض السكرية، وتنتج السكريات الأحادية ثلاث أنواع من الحوامض كما مر علينا بتفاعلات أكسدة السكريات. مثل عندنا النوع الأول حامض الألدونيك الناتج من أكسدة مجموعة الألديهايد، والحامض الثاني والحامض الألدارك أسيد الناتج من أكسدة مجموعة الألديهايد والكحول الأولي. أما النوع الأخير هو الحامض الأيورونيك أسيد ناتج من أكسدة مجموعة الكحول الأولي فقط. ومثال على هذا النوع هو مركبات الحيوية للحوامض السكرية هو فيتامين سي أسكوربيك أسيد.